جينا اليوم نتفرجوا في المنتخب الوطني المغربي وجينا بكل حماسنا في هذا نصف النهاية باش نتمناو باش ندوزوا للنهاية إن شاء الله ونتوجوا في الكأس اللي مالا. وهذا الشغف اللي فينا وهذا الحب للوطن حنا كنتحداو كل شيء الصعوبات باش الهدف ديالنا هو الربح إن شاء الله. كنتفرجوا الشتا ما حبساتناش باش نتفرجوا في المنتخب تاعنا. ان شاء الله شوف السيد شوف السيد كاينه شتا شاش لابس حب الوطن ان شاء الله 2-0. اليوم كاينه واحد المباراه مهمه ديال المنتخب الوطني المغربي. شتا بطبيعه الحال ما منعتناش اننا نحضروا لهذه المباراه وكنتمنوا كل التوفيق للمنتخب الوطني وتوج الواحد ان شاء الله. الحمد لله تساقط المطريه راه من الخير امطار الخير الحمد لله راه امطار الخير اللهم ولك الحمد. كيشرفنا نوقفوا في هذا الشتا حيت هي امطار الخير وكيشرفنا نتفرجوا في الماتش ونشجعوا المنتخب المغربي حيت هما راه بحال خوتنا وكلنا مجموعين الحمد لله اتحاد واحد. علي المغرب علي المغرب علي.